السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا في فصل الشتاء يا جماعة، مش بس موضوع الدفى مهم علشان خاطر صحة الطيور وعلشان خاطر الإنتاج، في حاجة مهمة جدا لازم نركز عليها، وهي الحفاظ على الطيور من عدوى البرد، لأن عدوى البرد ومشاكل البرد من كحة ومن طشمة ومن خرخشة وحاجات تانية برضو لها علاقة بالمشاكل التنفسية زي التهاب القصبة الهوائية، وبرضو في حاجات غير مباشرة يعني لها علاقة غير مباشرة بالموضوع زي الكساح ومشاكل العظام والكلام ده كله. كل ده جماعة بيجي بسبب نقص الكالسيوم في جسم الطائر، فحذار من انك تقلل الكالسيوم في جسم الطائر. النهاردة جايين نقدم ليكم دواء بشري جبار جدا وسريع المفعول ورخيص، مش هيكلفك اكتر من 12 جنيه مصري. شوف انت بعملتك ال 12 جنيه مصري دول يكلفوا قد ايه. الدواء ده هيساعدك على التخلص من كل المشاكل التنفسية والكساح والطشمة والخرخشة وكل الحاجات دي اللي قلنا عليها. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. هو بيستخدم طبعا للكتاكيت او للفراخ البيضة او للبط البلدي او اي بط مسكوفي، بط مولر، اي حاجة، وبرضو للوز وديوك الرومي والحمام واي نوع من انواع الطيور ممكن تستخدم معاها الدواء البشري اللي احنا جايبينه النهاردة. الدواء ده علشان هو بشري فهو تأثيره كبير جدا على الطيور، لانك لما تستخدم حاجة هي اصلا في اساسها للبشر وتيجي تستخدمها للطيور، البشر بيحتاجوا جرعات اكتر، فلما تيجي تستخدمها للطيور بيبقى تأثيرها اكبر على الطيور مهما قللت في الجرعة. فهو مفيد جدا يا جماعة، مفيد وتقريبا ملهوش اضرار، هو ليه بعض الاعراض كده هنتكلم فيها، لكن هو ملوش اضرار كبيرة على الطائر ده، بل بالعكس هتلاحظ فعلا ان الطيور بتاعتك بتتخلص من كتير من الامراض المستعصية والصعبة، لان الدواء ده فعلا اثاره الجانبية فعلا يعني تكاد لا تذكر. بيمد الجسم بعناصر ومعادن مهمة جدا زي الفوسفور، وبرضو بيبقى مليان بالكالسيوم بنسبة كبيرة جدا منه كالسيوم، ودي بتساهم في بناء الجسم وبناء العظام بشكل طبيعي جدا، غير ان هو زي ما قلنا بيساعد في علاج الكساح وبيقوي العظام وبيعالج فقر الدم والانيميا. وطبعا الانيميا دي من الصعب ان هي تصيب الطيور، لكن في بعض الطيور طبعا بتجيلها انيميا، وبيقوي جهاز المناعة بنسبة كبيرة جدا. الدواء ده متوفر في الصيدليات بسعر 12 جنيه، ال 12 جنيه دي هتعرف تستخدمها لفترة طويلة جدا، وطبعا ده على حسب عدد الطيور اللي عندك. الدواء ده زي ما قلنا فعاليته في القضاء على مشاكل البرد اللي بتعطل انتاج البيض كتيرة جدا، واللي بتعطل عموما صحة الطائر وبتعرقل مسيرة النمو بتاعته. يعني انت لو عندك كتاكيت صغيرة تستخدمه هيكبروا بسرعة ونموهم مش هيتأخر، لو عندك فراخ اخرت عن انتاج البيض تستخدمه هيساعدهم، لو عندك فراخ انتاجها قل استخدمه برضو وهيساعدهم، لو عندك طيور عموما اي نوع من انواع الطيور عندها مشاكل بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة استخدم الدواء البشري اللي احنا جايبه لك النهاردة، وهو الدواء ديكال. ديكال يا جماعة مليان بالكالسيوم، مليان بالفوسفور، يعني علاج فعال ما نقدرش نقول لك قد ايه هو مهم. لازم اي مربي بيربي اي نوع من انواع الطيور يكون عنده في التلاجة بتاعته او في المخزن بتاع الادوية والاعشاب والعلاجات بتاعت الطيور بتاعته لازم يكون عنده ديكال بشري. ليه بقى؟ لان ديكال بشري مفيش تربية للطيور بتتم من غير وجوده،
لانك ممكن تعوضه. يعني احنا ممكن نعوض الكالسيوم اللي موجود في ديكال ده، نعوضه مثلا باي نوع من الحجر الجيري، بودره البلاط، الجير المطفي، قشر البيض، لكن هو ما فيهوش كالسيوم بس، هو في حاجات تانية غير الكالسيوم، مليان بالفوسفور ومليان بالمعادن المهمه لبناء جسم الطائر. فانت لو بتربي كتاكيت من صغرها استخدم ديكال. احتمال الفراخ البياضه يعني يجي لها اسهال خفيف كده، واول ما يجي لها اسهال انت بتقلل الجرعه، يعني ما بتستخدمش منه نسبة كبيرة، بتقلل الجرعة علشان خاطر الطيور بتاعتك ما تفضلش في الإسهال. أو ما بتقلل الجرعة على طول الإسهال بيروح تماما والآثار الجانبية دي بتروح لوحدها، لكن بيفضل الدواء ده مفيد وبتفضل فايدته في جسم الطائر وبيفضل فعلا فعال في علاج كتير من المشاكل اللي بتعطل الانتاج في فصل الشتاء. وزي ما قلنا ان فصل الشتاء مشكلته كلها في انخفاض درجة الحرارة، وبنزود على انخفاض درجة الحرارة الاثار السلبية لانخفاض درجة الحرارة من امراض برد والتهاب قصبة هوائية والتهاب شعب في الصدر والكحة والخرخشة والأصوات الغريبة اللي بتظهر من الطيور في فصل الشتاء، عدوى البرد. طبعا في أمراض برد صعب نعالجها زي أنفلونزا الطيور، لكن صدقوني يعني من غير ما نحلف احنا لازم نأكد ليكم ان الطائر مدام مناعته قوية مفيش اي مرض هيقدر يتخطى المناعة. حتى الشوطة بتاعت أنفلونزا الطيور اللي بتيجي في أشهر الخريف والربيع، يعني الطائر لو معد وجسمه مستعد لأي هجوم من أي فيروس أو أي نوع فعلا مفيش حاجة هتأثر عليه. والدليل على كده أن في بعض الناس بتيجي عندهم الشرطة تاخد كل الطيور إلا 2-3 منهم مثلا بينقذوا، أو ما الشرطة ما بتأثرش فيهم، ده لأن هم فعلا عندهم مناعة أقوى من الباقيين وقدروا يتحملوا الفيروس الموجود. فاستخدموا يا جماعة ديكال لرفع المناعة، ديكال بشري وتأثيره فعال جدا على الطيور، زي ما قلنا ان اي دواء بشري لما بتروح تستخدمه بعد كده للطيور بيبقى تأثيره أضعاف أضعاف، لأن هو أصلا جرعاته وهو معمول أصلا علشان البني آدم، والبني آدم ضخم وأجهزته أكبر وبيحتاج جرعة أكبر من الأدوية. فلما تيجي تستخدمه للطيور هتستخدمه طبعا بجرعات أقل بكتير، لكن في نفس ذات الوقت هيكون تأثيره كبير جدا على الطيور، وهتاخد نتيجة هائلة جدا من حيث صحة الطيور ومن حيث إنتاج الطيور، سواء إنتاج من البيض او انتاج من اللحوم. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. وما تنساش كمان تعمل لنا تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، ايا كان نوع الطائر اللي انت بتربيه او عايز تربيه، وايا كانت المشكلة اللي انت بتواجهها اكيد هنرد عليك في اقرب وقت في التعليقات على الفيديوهات، او لو كان الموضوع منتشر وناس كتير قوي بتسال عنه اكيد هنعمل له فيديو مخصوص على القناه. ونشوفكم على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.